بعد هذا ننتقل إلى رسالة أخرى في حلقة البرنامج هذه من أختكم في الله من أبها سين عين ميم، تقول: ما هو نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة؟ كم عدده بالريال السعودي؟ نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو ما يبلغ 92 غرام، ما يبلغ 92 غرام، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف الجنيه، 11 جنيها ونصف الجنيه، هذا مقداره بالجنيه السعودي. أما الريالات فإنها ليست نصابا للذهب، ولكن نصاب الذهب 11 جنيها ونصف الجنيه تقوم بما تساوي من الريالات، وهذا يختلف باختلاف الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، فتقوم 11 جنيه ونصف في كل وقت بما تساوي من الريالات، وتخرج الزكاة منها بمقدار ربع العشر. نعم.